السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة الطبية. المجلة الطبية زي ما أنتم عارفين بتقدم أخبار وفقرات وتعليق طبي عليها. في الغالب بتكون الفقرات دي بتهمكم وبتكون ذات طابع مميز إنها حديثة ومفيدة. ونتمنى أن اللي عنده أي أخبار بيحب أن احنا نعلق عليها ممكن يبعت على الإيميل بتاع القناة، واحنا هناخد الحاجات اللي انتوا بتبعتوها دي في عين الاعتبار وندخلها في الفقرات بتاعه البرنامج في الفتره القادمه. النهارده هنبتدي نتكلم عن حاجات كتيره مختلفه خالص كلها متعلقه بصحه الطفل. احنا سبق واتكلمنا قبل كده في حلقات عن الخوف عند الاطفال، واتكلمنا عن القلق عند الاطفال، واتكلمنا عن الاكتئاب عند الاطفال. لما بنيجي نحسن سلوك الطفل بيبقى عندنا عالمين اتنين كبار. العالم الاول ان الطفل ده مرآة للأسرة، الطفل ده عبارة عن لوحة بيضاء احنا بنخط عليها بأيدينا ما سيفعله هذا الطفل في حياته المستقبلة. ما معنى الحديث النبوي الشريف؟ ان يولد الطفل على الفطرة، او يولد الانسان على الفطرة. فالفطرة ان الانسان يحب الله، يحب الخير. اذا كنا ماشيين على الفطرة فهذا الطفل سيكون في عالم النقاء. انما اذا الطفل اتولد في مجتمع، المجتمع ده فيه مشاكل، فيه خناق، فيه خلافات مستمرة بين الاب والام، فده اهم حاجة تحصل له ان هو مش هيشعر بالامان. امان الطفل اهم حاجة تخلي سلوكه سلوك سوي. احنا بنعرف ان 80% من القدرات العقلية عند الطفل بتتواجد وتتوالد وتتكاثر في اول سنتين من عمره. يعني اول سنتين من العمر دول اهم سنتين في عمر الانسان. بيبتدي يستوعب العالم اللي حواليه، بيبتدي يستوعب اين انا من هذا الكون. ارتباط الطفل بأمه بيبقى مصدر أساسي لمستقبله كله. احنا دايما الناس بتقول ان في عندنا الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية. الرضاعة الطبيعية لها فوائد كتيرة جدا. يعني احنا قلنا طبعا ان يكفي ان الله سبحانه وتعالى بيجعل اللبن في صدر الأم يختلف من وقت إلى آخر طبعا لاحتياجات الوليد. يعني الوليد اللي عنده شهر أو الوليد في أول أسبوع، حتى اللبن بتاع أول أسبوع غير لبن أول شهر، غير لبن 6 شهور، غير لبن سنة، غير لبن سنتين. فالغذاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده للطفل في ثدي الأم ده غذاء مخصص له بالكمية اللازمة له لإعطائه الطاقة والمواد الغذائية اللازمة لبناء الأنسجة واللازمة لبناء المخ. اللبن كمان بيحتوي على أجسام مضادة بتمنع الكثير من الأمراض والكثير من الإصابات. لبن الأم زي ما قلنا كده الغذاء الأمثل للطفل في أول 6 شهور لوحده. بعد 6 شهور ممكن ندخل حاجات، اللبن ما بيخشش خالص إلا بعد سنة. بنقول هنا في الحالة دي إن إيه علاقة الرضاعة الطبيعية بالنمو النفسي للطفل؟ إحساس الطفل بحنان أمه، إحساس الطفل برعاية أمه، سماع الطفل لصوت دقات امه. يعني اول حاجه بيعرفها الطفل وهو في بطن امه انه بيسمع دقات قلبها. بعد كده لما بيتولد بيبقى راحته وامانه واستقراره من استماعه لنبضات دق الام وهي بتضمه الى صدرها. فعلى كل ام اذا لم يكن لديها مانع طبي شديد واضح من اكمال الرضاعه الطبيعيه فإنها ينبغي أن تمارس هذا الواجب عليها والحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لطفلها الوليد والرضيع. الطفل لما بيجي في أول سنة بيبتدي ياخد العطف والحنان من أمه، بيبتدي تتولد عنده الدرجات المختلفة من درجات النمو النفسي. إن هو بيبتدي يتعرف على المجتمع اللي حواليه درجة بدرجة. إذا الأم بتديله حنان وإذا الأب بيديله اهتمام وإذا حاسس إن الأسرة مستقرة هيبتدي يتعود بطباع حسنة. بيبتدي الطفل يخش في مراحل النمو المختلفة. الطفل لما يبتدي مثلا يخش في مرحلة التسنين
وهو بيسنن لازم الام تكون مدياله الغذاء والرعايه الكافيه. يخش بعد كده في مرحله الحبو وبدايه المشي. الحبو وبدايه المشي الطفل عاده بيجد مشقه وبيقع كتير. احنا هنا في الحاله دي دور الام التشجيعي مهم جدا. انت بتهيئي له البيئه المناسبه لانه هو ينمو. يعني حجره الطفل لازم تكون مجهزه بطريقه ظريفه، زي ما احنا قلنا كده ان اعداد حجره الام ده فن. يعني الامهات دلوقتي بقى متعلمات ومثقفات، يعني على كل ام انها تخش تشوف كيف اعد حجره طفلي، وكيف ان اعداد حجره الطفل ده برضو بيختلف من سنه الى سنه. يعني سرير الطفل له مواصفات صحيه، الاجهزه اللي موجوده في الحجره لها مواصفات، الارضيه لها مواصفات. اهم حاجه ان انا لما يكون الطفل ما عرضوش لمخاطر، يعني السرير بيكون الفتحات اللي بين الجوانب بتاعته لا تسمح بمرور راسه ولا تسمح بانه هو نفسه يقع. ان الارض نفسها لو هو بيحمي بقى الارض نفسها تكون نظيفه ما فيهاش حاجات تسبب له اصابه لو وقع عليها. لو بيمشي على جوانب الحجره او على جوانب الانتريه او الحاجات دي لو وقع مش هيتعور، ولو وقع احنا بنعمل له السبورت. يعني احنا مش مجرد ان الطفل وقع احنا بنترعب وبنرعبه، لا، الطفل عليه ان يعمل لكي ينجح لابد ان يمر بمرحله التجربه والخطا. فتشجيع الام للطفل ده بيبقى الحافز ليه، ان الطفل دلوقتي في مرحله ايه؟ استكشاف البيئه اللي هو اللي فيها. اذا ما كانش الطفل عنده الجراه انه يبحث عما وراء الاشياء هيبقى يعني محدود التفكير ومحدود الحريه التي تدفعه الى التجديد والابتكار فيما بعد. الطفل بعد كده بيخش في حاجه تانية اللي هو التحكم في البول والبراز. ودي عمليه من اهم عمليات مراحل النمو ولها تاثير في مستقبل حياته كلها. يعني احنا قلنا دلوقتي الرضاعه طبيعيه ولا صناعيه بتاثر على مستقبله. التحكم في البراز حدث ازاي؟ بالعنف، بالضرب، بالخوف. ده برضو بيأثر على مستقبله. يعني عملية ان انت تعودي الطفل على طريقة الاخراج الصحية السليمة دي بتتم ايه؟ تدريجيا وبوسائل معروفة وبدون ضرب وبدون ايذاء، بحيث ان الطفل يبقى داخل في جو من الامان. لان امان الطفل ده هيخليه عنده ثقة. اللي احنا قلنا في مراحل العمر الجاية هو محتاج الى ثقة، هو محتاج ان هو يبقى واثق في نفسه، يبقى حاسس ان هو جدير بالاحترام. لو انت اهنت طفلك في المرحلة دي وهو لسه عنده سنتين ثلاثة، ده بيتثبت في عقله الباطن وبينتج عنه عوارض وامراض نفسية في المراحل التالية من العمر. يعني الطفل اللي بيضرب لانه مش قادر يتحكم في البول او البراز في مراحل مختلفة بيتعرض للضرب، ده بيجيب له بعد كده امراض نفسية. طبعا احنا عندنا التحكم في البراز في السن الاولى، تحكم في البول لغاية سن 3 سنين. بعد 3 سنين يبتدي يبقى في حالة مرضية. هنا الحالة المرضية بتكون نوعين، لا اما حالة مرضية عضوية يعني تشوف في مشكلة عضوية ولا لا، لا اما حاله نفسيه نتيجه قلق، توتر، احساس بشده. ده في الحاله دي بيبقى التدخل النفسي مطلوب بالاضافه الى التحكم الطبي. بيخش بعد كده الطفل في مرحله تانية، ان هو الطفل بيبتدي يبقى اكبر شويه ويبتدي يتعامل مع الغرباء، اللي هي مرحله الحضانه وما قبل المدرسه. مرحلة الحضانة وما قبل المدرسة دي الأم والبيت له دور كبير جدا جدا جدا، إن الأسرة هي المنبت الأول للطفل. في المرحلة دي هنعمل إيه؟ الطفل بيبتدي يكتشف العالم اللي حواليه وبيبتدي عايز يعبر عن نفسه. فالأم دلوقتي تعمل إيه؟ في هذه المرحلة الطفل لازم يكون، إحنا قلنا إن الطفل بيبتدي يتكلم في نهاية السنة. لو ما تكلمش لغاية سن 18 شهر بنقول ان في مشكلة. لو في سن 36 شهر ما قالش اكتر من 50 كلمة تبقى فيه مشكلة. لو الطفل عنده لخبطة في الكلام بأي صورة من الصور،
في حروف ناقصه، في حروف فيها ابدال في الحروف. احنا كل ما نبدا الكلام ده بدري كل ما يكون مصلحه. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي الطفل ده لما يبتدي يتعامل مع اطفال اخرين، لما يخش الحضانه، لما يبتدي يتعامل مع اولاد العماره كلها، يعني بدل ما كان هو قاعد في البيت بس بقى بيتعامل مع اولاد العماره كلها، الاولاد المخالطين. فاذا ما كانش الطفل عنده ثقه في نفسه هيبتدي ينعزل عن البيئه المجتمعيه اللي هو موجود فيها. فانا كأم المصدر الاساسي لحمايه الطفل، والمصدر الاساسي لاكساب الطفل المهارات الحياتيه والسلوكيه المختلفه. فمن اول الطفل ما يبتدي يتكلم اذا لقيت عنده مشكله في الكلام لازم اصلحها. زي ما قلنا قبل كده، الام اذا راحت لدكتور التخاطب هتقعد في جلسه التخاطب نص ساعه، ساعه، 3 مرات في الاسبوع، يبقى ماكسيمم 3 ساعات. 3 ساعات دول وهي بتقعد معاه هي لوحدها في اليوم اكتر من 10 ساعات في 7 ايام، يعني اكتر من 70 ساعه. فالام لو هي حريصه على انها تصحح طرق النطق وتصحح طرق الكلام هتكسب طفلها الثقه، وطفلها في الحاله دي هيبتدي هو لما يخش في مجتمع يبقى داخل صح. ما نديش فرصه لطفلنا انه يحس بنقطه نقص، ما نديش فرصه لطفلنا او لا نسمح للظروف انها تخلي طفلنا وهو داخل في التعامل مع الاخرين يحس بانه هو اقل منهم. ثقه الطفل في نفسه هي بدايه نجاحه. الام لازم ابتداء من اول الطفل يبتدي يتعلم تبقى هي مسؤوله عن انها تديله المعلومات اللازمه لسنه بما تقدر عليه من وسائل التحفيز والتلقين والتعليم والتدريب. يعني انا مهما كان طفل صغير ما اقولش لا ده صغير مش هيفهم الكلام ده، احاول بقدر الامكان ان انا اديله المعلومه بصوره مبسطه. يعني المفروض ان الابتداء بقى من سن 2 سنين يبقى الطفل عارف الادوات اللي بيستخدمها مصنوعه من ايه وبتستخدم في ايه، وعارف الاستخدام الصحيح لكل حاله وكل يعني دي اللي بناكل بيها، دي اللي بنشرب بيها، دي الاحتياطي بتاع دي البديل بتاع دي، بحيث ان هو السيستم بتاعه كله يبقى مترتب في دماغه يبقى عارف كل حاجه. نبتدي نعلمه الالوان. انت وانت بتعلمي طفلك الالوان لو اكتشفتي فجاه ان هو مش قادر يحفظ الالوان ممكن تكون في مشكله في عينيه في النظر، يبقى احنا في الحاله دي هنبتدي من بدري نتعامل مع هذه المشكله. لو الصور مش واضحه في 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 ذهنه ده بيعمل له ارتباك عقلي، لان انت بتشوف وتترجم الصوره، بتسمع وتترجم الصوت. فاذا كان الطفل بيسمع كويس وبيترجم الصوت كويس يبقى عقله شغال، بيشوف وبيترجم الصوره كويس يبقى عقله شغال. دي تنميه مهارات. انا ببتدي اعرفه الحاجات دي كلها في حدود ما هو متاح قدامي. يعني انا دلوقتي لو عندي فرصة ان انا اجيب مكعبات هجيب مكعبات، فرصة ان انا اجيب ادوات منزلية اجيب ادوات منزلية. يعني اهمية اللعبة في حياة الطفل مش لا تقدر بتمنها. يعني الام لو هي بمنتهى البساطة كده زبطت الامور بحيث ان الام في حدود امكانياتها وهي قاعدة مع الطفل بتدخل المعلومات للطفل متسلسلة ومتدرجة بحيث ان الطفل يكتسب ثروة لغوية وثروة معلوماتية تتناسب مع سنه. كل ما يتقدم في السن كل ما تكون معلوماته اكتر. يبتدي بقى يخش في المرحلة اللي احنا قلنا عليها اللي هي مرحلة الحضانة وما قبل المدرسة، السن بتاع من 3 لـ6 سنين. هيبتدي هنا يبتدي يتعرض للعالم الخارجي. لما يتعرض للعالم الخارجي هيكتسب صفات من داخل الاسره اللي احنا معلمينها له وصفات من المجتمع الخارجي. الصفات اللي بيتعلمها من المجتمع الخارجي ده احنا دورنا هنا ان احنا نشوف نعمل له غربله، فلتره. الفلتريشن ده مهم جدا، لان انا دلوقتي في البيت بعلم ابني دي المأكولات اللي بناكلها، دي الطريقه اللي بناكل بيها، دي الملبوسات اللي بنلبسها، دي الطريقه اللي بنلبس بيها. لما يخش الحضانه تعامل مع مستويات ثقافيه مختلفه، تعامل مع اساليب تربيه مختلفه. اذا لقيت طفلك بيندمج مع المجتمع الجديد ده وبيلتقط منه اشياء، الاشياء دي هو بيرجع في البيت يتكلم فيها او يعملها او يعبر عنها. سلوكه في المدرسه وسلوكه في البيت لازم يكون نفس السلوك. يعني ما ينفعش ان حاجه بيقولوا له عليها في المدرسه صح
احنا نقول له في البيت عليها غلط، او حاجه احنا بنقول له عليها في البيت غلط هما في المدرسه يقولوا عليها صح. فبالنسبه للطفل دلوقتي اول ما يخش المدرسه بيبتدي يتعرف على اصدقاء غير الاصدقاء اللي هو متربي معاهم. برضو ده هيتكرر تاني لما يخش المرحله الابتدائيه، ولما يخش المرحله الابتدائيه اكبر كمان من تعرفه في الحضانه والكي جي 1 والكي جي 2، انه في المرحله الابتدائيه ابتدى سنه يبقى 5 سنين فاكثر. عاده بدايه التعليم الابتدائي في مصر حوالي 6 سنين. قدرته على الاستيعاب اكتر، قدرته على التعامل اكبر. لما طفل يجي البيت، طبعا طفلي او طفلتي يعني الولد او البنت، لما يرجعوا البيت الام لازم تديله بعض الاهتمام علشان تشوف هو دلوقتي ايه اللي اكتسبه بره، السلوكيات اللي اكتسبها بره نافعه ليه، اوكي بننميها مختلفه مع سلوكيات الاسره، بنوضح له لا احنا ما نحبش انك انت تعمل السلوك ده، في بعض الناس لها سلوك مختلف. طب احنا موقفنا ايه من السلوك المختلف؟ في سلوك خطأ 100% يبقى احنا هنعترض عليه ونقول له نيفر انك انت تعمل كده، لا تفعل ذلك مطلقا. في سلوك صح بس مختلف عن سلوكنا احنا نتيجة ظروف بيئية، ظروف اجتماعية، ظروف مادية، فبنفهمه ان السلوك ده احنا ما بنعملوش للسبب الفلاني، بحيث ان الطفل لو في سلوك منع عنه لازم يكون هو فاهم هو منع من هذا السلوك ليه، لانه لما يعمل السلوك الخاص به هو في المدرسة لازم يكون فاهم هو بيعمل ايه وليه، ويدافع عن نفسه ويدافع عن وجهة نظره عشان يبقى عنده ثقة في نفسه. ده اللي احنا عايزين نوصل الطفل ليه، ان الطفل من اول كي جي 1 من اول جميع المراحل الدراسية يبقى عنده استقلاليته، عنده ثقة في نفسه، عنده قدرته على انه يعبر عن داخله هو، ومحدش يغير افكاره وسلوكياته من خارج الأسرة. يعني أنا ابني لازم يطلع في السلوك الاجتماعي والعلمي والذهني والفني في الإطار اللي أنا أحب أن يكون عليه، وبمجرد ما الاقي أن في خروج عن المفاهيم والمدلولات اللي أنا كنت بحاول أغرسها في ابني لازم أن أنا أكون حريص، لأن أنا من شب على شيء شاب عليه. شكراً، وإن شاء الله في حلقات قادمة هناخد مشكلات المرحلة الإعدادية والثانوية اللي هي مشكلات ابني في المراهقة، وده هيكون موضوع ذو أهمية ومفيد للجميع، ونلتقي دائما على خير بإذن الله. شكرا.